هاي معاكم ليلي، واليوم رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح نفتح ميرميدز من توي تريانجل. تعالوا معي عشان اعرفكم عن الوانهم واسماءهم. هاي اسمها جوردي، لونها اصفر واسود. وهاي اسمها ريفييرا ولونها ازرق. وهادي كاشيكو ولونها بنفسجي. وهادي هارمونيك ولونها زهري. واليوم رح نفتح كاشيكو وهارمونيك. بس بدي احكي لكم، لو انتم ما بتعرفوا تستخدموا المقص اسألوا حدا كبير يساعدكم. هلأ عشان فتحتها خلينا احكي لكم عن كاشيكو. اول اشي شعرها كتير كتير ناعم، لونه زهري وبنفسجي. لما تفتحوها حتكون لابسة سنسال وحلق، ومع هذا الجاكيت كتير كتير حلو كتير شيك. كمان بيجي معاه شنطة، حاطين ايديها كتير زي هيك عشان فينا نحملها. كمان خليني اوجيكم اشي كتير حلو، طلعوا عدالها لو هيك عملنا فينا نوقفها. واحلى اشي لو حطينا ديلها في مي باردة بتغير لونه. تعالوا معايا خليني اورجيكم. زي ما شايفين حطيت منشفة عشان ما وسخ المكان، وجبت مي باردة فيها تلج. هلأ خليني اورجيكم ايش بصير. هلأ منحط ديلها جوا، طلع ما احلى اللون كتير كتير حلو. هلأ بدي احكي لكم عن شخصية كاشيكو. هي كتير بتحب تعمل اشياء مع صحباتها وكتير مشهورة في الانترنت. هلأ رح نفتح هارمونيك. ترى طلع شعرها من ورا فاتح ومن قدام غامق. طلعوا شو عينيها كتير حلوين، كتير حابة اللون. ولابسة حلق لولو، وكمان لابسة مايكروفون عشان هي مغنية كتير مشهورة وكتير بتحب أصدقائها. كتير حلو الأكسسوارز عشان الشنطة إن فينا نلبسها إياها هيك، كمان فينا نلبسها هيك. الله ما أحلى. هلأ خليني أورجيكم كيف بتغير لون ديلها. ما منحطها في مي باردة زي كاشيكو، منحطها في مي دافية. هلأ جهزناها، خلينا نحطها في المي الدافية. واو طلع ما أحلاها، اللون هيك سيلفر. طلعوا هيك خلصنا الفيديو. مين حبيته أكتر، هارمونيك أو كاشيكو؟ بس بدي أحكي لكم إنه فيك تجيبوا من أي محل ألعاب أو أونلاين، بس تتأكدوا إنه في الستيكر تبع توي تريانجل عشان تجيبوها أصلية. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعمل لايك شير سبسكرايب. باي.